مشاهدينا نرحب فيكم في حلقة بيست أوف حول العالم، راح نستعرض فيها أهم الأخبار الغريبة والطريفة المتنوعة اللي عرضناها في حلقات برنامج حول العالم. من عالم الطبخ والمأكولات كنا في جولة شهية بدأناها ببرجر الليجو، أما التحلية فقد كانت بآيس كريم عجين الكعك وافتتاح متحف الآيس كريم مؤخرا. نتابع. تعودنا على ابتكارات مطاعم الوجبات السريعة الغريبة والمتنوعة في الشكل أو المذاق أو الإضافات المختلفة، فما بالكم ببرجر لحم البقر على شكل لعبة الليجو. ففي الفلبين مطعم للوجبات السريعة يقدم برجر لحم البقر والتي يطلق عليها البريك برجر على شكل قطعة من لعبة الليجو. ويقول صاحب المطعم الذي فتحت أبوابه لأول مرة في شهر أغسطس عام 2016 بأن لعبة الليجو واحدة من الألعاب الأكثر شهرة وشعبية في العالم، كما أن المطعم شهد ارتفاعاً في الطلب على البرجر بسبب شكلها وألوانها المميزة. ويقوم المطعم بعد طلب الزبائن من جميع الأعمار بمنحهم علبة من لعبة الليجو لتشجيعهم على اللعب وبناء إبداعاتهم. في عالم الطهي نجد كل يوم ابتكار جديد، خاصة في الحلويات والمعجنات والمخبوزات وغيرها، وجميعها ابتكارات لا تخرج عن المألوف كثيراً. لكن الغريب والخارج عن المألوف هو ما حدث في أحد المحلات في نيويورك، فقد قامت مؤسسة محل دو كوكي كريستين توملان بصناعة وبيع عجين الكعك بجميع نكهاته وأنواعه على هيئة آيس كريم، ويباع بحسب طلب الزبائن وذوقهم، كما يمكنك تناوله بالملعقة أو مع البسكويت. آيس كريم عجين الكعك جعل الزبائن يتهافتون بشكل كبير والوقوف في طوابير طويلة جدا للحصول على فرصة لتذوق هذا المنتج الجديد والفريد، كما أن مبيعاته بلغت حوالي 1500 جنيه استرليني يوميا. اعتدنا على زيارة متحف للآثار والحفريات للتعرف على تاريخ البلدان التي نقوم بزيارتها حول العالم، ولكن اليوم أصبح محتوى المتاحف الحديثة مختلف تماماً، فبإمكاننا اليوم الاستمتاع بمذاق الآيس كريم والحلوى والتعرف على تاريخ صناعتها من خلال زيارتنا لمتحف الآيس كريم الذي افتتح بشكل مؤقت خلال الصيف الماضي في مدينة نيويورك، وتوسع إلى 4 أضعاف حجمه ليوجد في جميع أنحاء البلاد. ويضم المتحف الذي افتتح أبوابه أمام الجمهور مؤخراً وحتى 29 مايو المقبل 10 ساحات عرضة، وتتميز كل غرفة موجودة به بالروائح والأذواق المرتبطة بالمثلجات والحلويات، فضلاً على أنه يضم غرفة مليئة بالموز وبركة مليئة بالحلويات. وإلى عالم الفن والتصميم والأزياء، تعرفنا على عارضة الأزياء من متلازمة داو اللي تعلمنا منها الإصرار والتحدي، إلى الفنانة الأمريكية التي بثت الحياة في اللوحات الفنية، والفنان الذي استخدم الأطعمة في رسم لوحاته. وإلى نيويورك، وبعد أقل من 2 عامين على دخولها عالم الموضة، دشنت عارضة الأزياء مادلين ستيوارت التي تعاني من متلازمة داون خط الأزياء الخاص بها في أسبوع نيويورك للموضة بمجموعة من السراويل الضيقة الرياضية والقمصان والتنانير القصيرة.
وبسروال أزرق منقوش افتتحت ستيوارت العرض المزدحم الذي تضمن أزياء فضفاضة مصممة للراحة متحدية كل ما هو متعارف عليه في عالم الموضة بأول ظهور لها على مدرج في عام 2015، وينسب لها الفضل في تغيير الأفكار المسبقة عن متلازمة داون، وتأمل أن تواصل ذلك من خلال مجموعتها الجديدة. للوهلة الأولى يظن الناظر للوحة التركيبية في العاصمة المصرية القاهرة أنها جدارية، يغلب على رسمها اللونان الأحمر والأرجواني لثلاث أشخاص يجلسون حول طاولة، لكن عندما يدقق النظر فيها يدرك أن عيونهم تنبض بالحياة ليكتشف عندها أنهم بشر. هذه اللوحة التركيبية اسمها After Dinner أو بعد العشاء، هي أحدث عمل فني ينبض بالحياة للفنانة الأمريكية المقيمة في القاهرة شانل عريف، وتستخدم عريف البشر وما حولهم كقماش ترسم عليه لتنتج أعمالاً تبدو للوهلة الأولى وكأنها لوحات ثنائية الأبعاد. واستخدمت شانل في رسمها ضربات بالفرشاة ولعب بالضوء والظلال، وتوضح بأنه لا فرق بين الرسم على الورق والقماش والرسم على البشر. إذا كنتم تريدون الرسم ولا تملكون أقلام الرصاص أو الألوان أو أي أداة تمكنكم من الرسم فلا تقلقوا، ففي أوكرانيا تمكن الشاب بافلو بوندار البالغ من العمر 24 عام من الرسم باستخدام الطعام كحبيبات الشاي المجففة والخبز التي رسم بها لوحات لفينسنت فان جوخ والصورة من الشوكولا للفنانة الأمريكية بيونسي وأخرى من أوراق الشبث الخضراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويحلم بافلو الذي بدأ بالرسم بالأطعمة منذ نعومة أظافره بإقامة معرضه الخاص ليعرض فيه لوحاته المميزة والغنية بالأطعمة والتي وصل عددها إلى 10 صور مستخدماً فيها تقنيات خاصة ليست فقط في الرسم أو الطلاء ولكن في التجفيف أيضاً. أما التكنولوجيا المتطورة تعرفنا خلال حلقات البرنامج على طريقة التوصيل الجديدة لطلبات الطعام وهي الروبوت تيك أواي، كما تعرفنا أيضاً على التطبيق الهاتفي الجديد المخصص للتعرف على أجزاء جسم الإنسان. من منا لا يرغب عند طلبه لوجبة ما من أحد المطاعم المخصصة للوجبات السريعة أو غيرها بأن تصل طازجة وبأسرع وقت ممكن؟ في أمريكا أعلنت مؤسسة ستار شيب تكنولوجيز أن الشركتين اللوجستيتين دار داش وبوست ميتس بدأتا اختبارات تجريبية لتوصيل طلبات الطعام بروبوت في كاليفورنيا وواشنطن. المؤسسة أشارت بأن روبوت التيك أوت ذو 6 عجلات لن يكلف أي مبالغ إضافية للمستفيد منها، كما أكدت المؤسسة بأن الروبوت يستطيع توصيل 10 طلبات يومياً والسير لمسافة 4 أميال في الساعة. فكرتم يوما ما بالتعرف على أعضاء جسم الإنسان من خلال تطبيق هاتفي؟ ربما يكون الأمر غريبا، ففي بريطانيا ومن خلال تطبيق Virtually Tea يمكنكم اليوم التعرف على أعضاء جسم الإنسان من خلال تمرير الموبايل على أي جزء من الجسم الذي تريدون التعرف عليه، وذلك بعد ارتدائكم لتيشيرت Virtually Tea والقادر على إظهار نبضات القلب وحركة جميع أجزاء الجسم بتقنية 3D. فما عليكم سوى ارتداء القميص وتثبيت التطبيق في الهاتف ومن ثم تحريك الهاتف
على العضو المراد التعرف عليه، وسيقوم بعرض أعضائكم الحيوية وطريقة عملها في نفس الوقت. التطبيق يهدف إلى تشجيع الأفراد وخاصة الأطفال على تعلم البيولوجيات والعلوم بطريقة أكثر تطوراً وأقرب للواقع. وخلال جولتنا أيضاً تعرفنا على عادة لف حديثي الولادة في الصين ويوغا الضحك من لبنان، بالإضافة إلى مراسم الاحتفال بالزواج التقليدية والباندا التي اعتقد الكثيرون بأنها كانت ترقص دون موسيقى. وإلى اليابان، عادة قديمة كانت تمارس على حديثي الولادة تحولت إلى علاج للبالغين من أجل تحسين مرونة الجسم. تلك الممارسة التي يطلق عليها أوتوناماكي ومعناها الحرفي لف البالغين لاقت إقبالاً كبيراً خاصة من النساء اللاتي أنجبن حديثاً بعدما اجتاحت مواقع الإنترنت. وفي جلسة بطوكيو نظمتها في الآونة الأخيرة جمعية غير ربحية تقدم خدماتها للأمهات الجديدات، تجمع نحو 5 نساء في مركز اجتماعي محلي لتجربة هذا العلاج للمرة الأولى. أخذت كل واحدة دورها في ربط زميلتها داخل قطعة كبيرة من القماش في وضع القرفصاء مع إرشادات تلقيها منظمة الجلسة يايو كاتاياما، وتتقلب المرأة الملفوفة أيضاً برفقة على الجنبين وعلى الظهر من أجل إراحة العضلات والعظام. ومن رياضة الإثارة إلى رياضة الضحك، فإذا كنتم تبحثون عن السعادة والرياضة والراحة النفسية فما عليكم إلا رفع أذرعتكم وأخذي نفس عميق ثم الضحك، وهذا ما يطلق عليه يوغا الضحك. ففي لبنان تقام دورة اليوغا الخاصة لرسم البسمة أو كما يطلق عليها بيوغا الضحك، والتي بدأت في منتصف عام 1990، والتي تعتمد على الضحك لفترة طويلة. ويدعي المؤسس وهو طبيب هندي بأن الضحك له فوائد جسدية ونفسية، فهي تخفف التوتر وتحسن من تدفق الأكسجين إلى الدماغ وتحسن النوم والمزاج وتزيد من الأندروفين المضاد للعديد من الأمراض، بالإضافة إلى خسارة 3.5 سعرة حرارية في كل جلسة. وقد جذبت يوغا الضحك في بيروت العديد من المشاركين من جميع الأعمار. من المتعارف عليه في حفلات الزفاف أن ترتدي العروس الفستان الأبيض وتتحلى بأثمن المجوهرات وتضع أرقى أنواع المكياج. أما الخارج عن المألوف هو ما يقوم به سكان قرية ريمبوفو في بلغاريا، والتي ما زالت الغالبية العظمى من سكانها من المسلمين السلافيك المحافظين على تقاليد الاحتفال بالزواج الذي يتم في فصل الشتاء، حيث تستمر الاحتفالات لمدة 2 كاملين. ففي آخر كل أسبوع يقوم سكان ريمبوفو، لابد أن تجد السكان في هذه القرية يرقصون الهورو ويتناولون الولائم ويقومون بعرض مهر العروس من أثاث ومفارش للمائدة والسجاد وغيرها على الأهل والجيران. أما في مساء اليوم الثاني وهو الجزء الأكثر إثارة للاحتفال، فيتم طلاء وجه العروس باللون الأبيض ويضاف إليه رموز وأشكال لامعة، بالإضافة إلى تزيين شعرها بالزهور وهي مغمضة العينين، حيث لا يسمح لها بالنظر إلى شكلها أو أي شيء حتى تصل إلى منزل العريس بعد أن تذهب له سيراً على الأقدام مهما كانت المسافة. في الصين بثت قاعدة تشينغدو لتربية الباندا مقاطع فيديو تظهر باندا ترقص بشكل احترافي ودون موسيقى. العاملون في القاعدة
استمتعوا بالحركات التي تقوم بها الباندا يالي، حيث اعتقدوا في بادئ الأمر بأنها ترقص، ولكنها في الحقيقة كانت تسعى للقضاء على الحكة الشديدة التي تعاني منها، ولم تجد الباندا المسكينة حلاً لها سوى أغصان الأشجار لمساعدتها على حك ظهرها. كل حلقة كان لنا وقفة من مملكة البحرين، فقرة فيتشر اللي تعرفنا من خلالها على مجموعة كبيرة من الأبطال والمبدعين من الشباب البحريني في كافة المجالات التقنية، الرياضية، الطبخ، الفن، التصميم وغيرها من المجالات. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامج حول العالم. أتمنى أنكم تكونون استمتعتوا في فقرات البرنامج اللي قدمناها لكم وأخبارنا الغريبة والطريفة المتنوعة. إلى اللقاء.